ربما طبعا شيء انساني يصرح بالعكس، هذا في ميزه صرح بما اجزاء فلان كمال لله. ولكن الان انتم واعيين بان معضله التشغيل هي اساسيه وهي ان كاين مشكل حقيقي، ولذلك اطلقتم استراتيجيه وطنيه للتشغيل. صحيح. ولكن استراتيجيه وطنيه للتشغيل كتجي على بعد تقريبا سنه من انتخابات شهريه. صحيح. والخصوم ديالكم غيقول لكم بكل بساطه ان هذه يمكن فقاعه انتخابيه. علاش دوزتوا 3 سنين ونص باش فكرتوا استراتيجيه؟ مع العلم ان كان يمكن ديروا ساعه سنه فيها تشخيص ووضع وتلقوا استراتيجيه تشتغلوا عليها. كتقولوا الان استراتيجيه حتى 2025 وكان 2025 تبعوا. اولا كاين استمراريه الدوله، واللي كنتمنى هو هاد الاستراتيجي يلاه يلاه دابا يلاه راه عاد نزلات المدينه عاد غادي الناس يناقشوها شي اللي ادوبتي من هنا لنهايه الولايه ديالنا مزيان. كنتمنى انه الحكومه اللي غادي تجي ما تجيش تعاود تنقضوها وتعاود تبني استراتيجيه اخرى، لان هذا من سلبيات الديمقراطيه انه كاين بعض المجالات ما يمكنش تكون فيها استراتيجيه كل خمس سنين، لانه واحد الاستراتيجيه سي شوقي انت هذا الشيء كتعرفوا اكثر مني، شحال تيخص واحد الاستراتيجي باش تصوب وتخرج؟ لا شيء راه قلت يعني مينيموم متوسط ماذا؟ لا على الاقل باش تجدي استراتيجي خاصك اون اني، ولكن باش تكون داك الشيء معقول في كونتي دو تروز وعاد ديك الساعات كنطلق. ودابا باش نكونوا واضحين، التشغيل ما فيهش بزاف ديال الاشكاليات. الاشكاليه الاساسيه هي راه التشغيل ما يمكنش تخلقو. التشغيل داك الشيء اللي كتقدر تخلق، يعني راه تقول من خلال التوظيف، من خلال الحاجه اللي ماشي زعما ضروريه كيبقى ديما محدود. التشغيل تيخص يكون الطلب، تيخص يكون الاستثمار، الناس محتاجين، الناس اللي يخدموا معاهم، اليد العامله، المهندسين، الاختصاصيين، الى اخره الى اخره الى اخره. وهاد القضية ديال هاد الشيء هذا خصها نوع من المرونة في بداية الشغل. حنا اليوم عندنا مدونة ديال الشغل داز عليها 10 سنوات، اليوم نكون واضحين وصريحين وأنه لا بد من مراجعتها، ومراجعتها في اتجاه المرونة أكثر. هاد المرونة هذه اللي ما تضيعش الحقوق ديال المشغلين، ولكن في نفس الوقت ما تضيقش عليهم حتى أنهم يبداو يتهربوا من الاستثمار. وهذا الشيء هذا ماشي ساهل، كيخصو نقاش مع النقابات، مع الاطراف المعنيه، حنا غاديين لهذا الشيء وحده. فعلا المدونات خلات كثير، لانه لا وضعنا استراتيجيه وطنيه للتشغيل، كاينين الفرقاء اللي خصهم يشتغلوا مع الحكومه، ومنهم الاتحاد العام للمقاولات، لان الشريك الاساسي هو القطاع الخاص، الدوله وحده ما غاديش تشتغل. اليوم كنشوفوا بان هذه المدونات خلات، كاين عتاب من طرف اتحاد العام للمقاولات على التأخير، لأن بالنسبة لمناخ الأعمال هذا كيوضع واحد الصعوبة. شنو اللي جعل هذه المدونة تأخر أكثر من اللازم؟ الله يهديك السي شوقي، أنت زعما غادي نقول. أنت سؤال آخر. لا دابا هذا شوف في التدبير ديال الشكل الحكومي كاينة أولويات كتقفز، علاش قبيلة بديت لك بالمقصة؟ قلت لك العرق ديال الحكومة ديال الدولة كان هنالك حبل يجره يمكن أنه يعني يخنقه، اللي هو اللي كان حاولنا نعالجه بالتخفيف من المقاصة. وقلت لك باللي الماء والكهرباء كان عندنا مشكل ديال أنه الناس غدا غادي يمشيو يبركوا على الضو ما يلقاوش الضو، لانه كنا كنخلصوا لكل مواطن مغربي، كل مواطن مغربي غني او فقير كنا كنخلصوا له 10 ريال في كل كيلوواتور زايده 50 سنتيم، لانه الا استمرينا بهذه الطريقه ما غاديش سميتو ما غنلقاوش الماء، غيديروا دي كوبير فهمتي. وهذاك الشيء ما كانش سهل التدبير ديالو، والان راه حنا على ابواب التقاعد حتى هو اش غدير؟ جيت انا لقيت هذه الامور في وجهي، المقصه، الماء والكهرباء، التقاعد، الاضرابات، ف راهي الى
إذا دبرنا هذه الملفات ليس بسهولة. وقع تغير في الوزارة ودي بصاص شوقي، كان عندنا وزير ذاك الوزير مشى وجا وزير آخر طبعا من نفس الحزب، ولكن كتعرف كل وزير مشى كل وزير جا. أنت راسك إذا كنت غير مؤسسة ديالك صغيرة وبغيتي تغير غير واحد المسؤول شحال تيكون خاصك باش تبدا وباش باش إلى آخره. فدابا هذيك وديك الاستراتيجية راه تيشتغلوا عليها شحال صبروا عليها سي سي عامين وهما كيشتغلوا. إذا ما بين الوقت اللي جا وما بين الآن سي جوهيم تأخذ من حقها، لأنه كل شيء اللي كيكون معني بشي حاجة خاصو يتأخذ، ولكن حتى الزمن السياسي مهم. لو كان أنا غادي إلى كانت سي جوهيم هي اللي غادي تسير الحكومة تجي تسيرها ودير هي اللي بغات. أنا راني كندبر الشأن ديال الحكومة، عندي النقابات، عندي العمال، عندي الموظفين، كذا موسم اجتماعي بغينا نزيدو نستافدو منه، ماشي غادي نجيو لا سي جوهيم كناخدو بعين الاعتبار المطالب ديالها، ولكن كنشوفو داك الشيء شنو هو اللي نقدرو ندوزو، شنو هو اللي منقدروش ندوزو، فوقاش نقدرو ندوزو، معقول ولا ماشي معقول إلى آخره. هذا راه ماشي سهل. أما النقابات، أما لا سي جوهيم بغات بانو يعني حتى القانون ديال الإضراب يدوز، القانون ديال النقابة يدوز، حنا ما عندناش مشكل، ولكن داك الشيء راه كاين الحاجة اللي تعطلت 20 عام. طيب سيد رئيس الحكومة، فهمنا الأولويات، لأن أولويات ما قاصة. أنا عندي واحد السؤال مباشر بالنسبة دائما لمناخ الأعمال، شنو الشعور ديالكم وأنتم كتسمعوا بأن حوالي 35 ألف مقاولة صغيرة على وجه الإفلاس، وأن المقاولات المتوسطة ليست في أحسن حال، خاصة اللي تشتغل على الصفقات العمومية يعني مع مؤسسة الدولة، وذلك نظرا لأجال التسديد اللي طويلة أكثر من القياس بالنسبة للمؤسسات العمومية. أول شيء حتى شي رئيس حكومة إلا سمع غير مقاولة وحدة غتسد غتيكون فرحان. خاصك تعرف بأنه أنا رئيس الحكومة اللي أنا كنسول في المقاولات اللي عندهم مشاكل. كاين المقاولات اللي أنا اللي ضربت التليفون للمدير ديالها كيقول شكون، تنقول له رئيس الحكومة سمعت بلي عندك مشاكل وياك لاباس واش المقاولة غادي تسد، وكنتصل بوزير الداخلية ونقول له خصك تطبق القانون باش المقاولة تقدر تنجو. مع الأسف ما كنجحش دائما، لأنه كانت واحد المقاولة في بوزنيقة فيها 2500 مغربي خدام، ومع الأسف واحد النقابة يعني فقد دخلت مشاكل مع الإدارة ديالها، هزوا المستثمرين الحوايج ديالهم ومشاو. وكنقول واحد الراس تنقول لوزير الداخلية تنقول له شوف راه إلا كان شي مشكل غنمشي بيديا تمايا، إلا ما إلا أنتوما ما دخلتوش باش تحلوا المشكل غنمشي بيديا نحل المشكل تما بيديا. وديك الساعة تجي أنت دافع على رئيس الحكومة ديالك ولا خليك، لأنه أنا واعي جدا. طيب الآن ونحن نسمع، أولا نسأل الله أن لا يكون هذا صحيحا، 35,000 مقاولة غادي نسأل الله أن لا يكون صحيحا، ولكن حنايا المهم بالنسبة إلينا حنا عملنا إجراءات باش نساعدوا المقاولات المتوسطة والصغيرة، وعملنا نفس الصفقة 20% ضرورة ما تنقبلوش الصفقة، نعطيو الصفقة ديال الدولة إلا اللي كيخصص 20% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ونقصنا لهم اللي كيربح قل من 30 مليون كنا له 10% يعني في الضريبه 10%. فمن جهتنا الاجراءات اللي كنعملوا باش تشجعوا الناس على الاستثمار ولا باش تشجعوا الناس ديال المقاولات الصغيره والمتوسطه غير مسبوقه. والسبب ديال هذا الشيء الشعور بانه المقاولات خصهم ينشطوا ويكونوا خدامين مزيان، وكذلك حس اجتماعي، لأنه المقاولات الكبيرة ضرورية هي اللي كتشر، ولكن المقاولات الكبيرة بوحدها خطر، لأنه هي لا قدر الله ملي كيوقع لها أزمة كتولي عندك أزمة يعني كبيرة. أنت تسمع هذه 2500 مصدقة، ولكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تكون عندها 15 ديال الناس، لا قدر الله حتى إذا تسدت وحدها كيكون يعني عاوتاني الناس يلقاو الشغل وتعاود تتحرك كيكون اكثر.